كان قل العلماء، قل الفقهاء وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بمرتبته، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقته، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء لا، لكن خير الموجودين، خير الموجودين. اتقوا الله ما استطعتم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. إن قل العلماء، قل الفقهاء وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بمرتبته، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقته، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط. إنه قل العلماء، قل الفقهاء وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بمرتبته، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقته، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط. إن قل العلماء، قل الفقهاء وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال.
وإنما يطلب العلم لمرتبته، وإنما يطلب العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء لا، لكن خير الموجودين، خير الموجودين. اتقوا الله ما استطعتم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم.